مواطن يحصل على موافقة فقط من قبلكم للقانون، أما مسألة التنفيذ والتشريع فهي مناطة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لماذا يعني تم محاولة كسر النصاب لإيقاف عملية التصويت؟ يعني حتى البعض ينظر إلى موضوع ويقول أن هناك عملية استخدام وترويج للعملية الانتخابية أو الانتخابات قادمة، وأن النائب إذا استشاط ويعني بدأ بالصراخ والعياط على موضوع يهم المواطن العراقي في الفترة الأخيرة أو بنهاية الدورة سيكون هناك رفع لسهم هذا النائب، لهذا الموضوع انتهى عند العراقيين. يعني بعد مو العراقي ينظر إلى نهاية الدورة ويشوف النائب إذا يتحرك وسوى شغل راح يرتفع سهمه، رغم أنه بعض السياسيين يروجون على مثل هكذا حديث في سبيل أضفاء بعض المشروعية للكلام حتى المواطن يبقى في دائرة القناعة بمسألة عمل النائب بنهاية الدورة. المهم أنه هذا الموضوع يعني خطوة جيدة وجبارة من رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري تجاه غلق الباب ومنع، للأسف نقول غلق الباب ومنع النواب من الخروج، وكأنما الموضوع يعني للأسف ما نقدر نوصفه لأن احترامنا وتقديرنا الشديد والعالي لبرلمان الشعب العراقي وممثلي الشعب العراقي بكل مسمياتهم أن نوصف وصف ما يليق بهم تجاه هذا التصرف، أيا كان الغاية وأيا كانت النية، فهناك نظام داخلي، هناك اعتراض داخلي، هناك مجموعة، يعني نسمع دائما مجموعة من النواب تقدم تواقيع لرئاسة البرلمان بشأن قضية معينة تطالب بها استجواب أو اعتراض أو كذا، ونشوف رئاسة البرلمان توافق، وهذا مضمون واضح وجديد ويعني مؤكد لدى النظم البرلمانية العالمية بشكل عام، لكن في العراق للأسف غايات شخصية، غايات كتلوية، وغايات حسبية، هذه الغايات الثلاث هي من تؤثر على أداء يعني أداء الجلسة اللي برمتها، جلسات مو جلسة واحدة، جلسات تم عقدها بالبرلمان العراقي وكثير من المشادات ووصلت إلى الضرب باليد بين النواب لمجرد الاختلاف في حول كيفية الرؤية أو في كيفية التعاطي مع موضوع معين أو قانون معين. هنا الوصف يختلف عن ما كانت عليه. اليوم نجح البرلمان بالتصويت على قانون شركة النفط الوطنية، وهذا إنجاز، هذا إنجاز منتظر منذ 13 عاما، تم اليوم التصويت على هذا القانون، لكن متى ينفذ؟ لا علم لنا. اليوم قانون حماية المعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين أيضا تم التصويت عليه، وهذا لا يعني أن اليوم إذا كان هذا القانون لحماية المعلم أو المدرس أن لا يكون هناك بالمقابل حماية لحقوق الطلاب والتلاميذ. يعني إحنا حتى ما نطعن بالمعلم ولا نطعن بالمدرس، وهذا حق على كل معلم، حق لكل معلم ومدرس أن يكون هناك قانون رادع لبعض، للأسف نقولها لبعض التلاميذ والطلبة الغير مؤدبين، غير مؤدبين الغير سويين عقليا، أنه يتهجم على معلمة وعلى مدرسة، أنه يكون هناك قانون حمايته، وأن يكون مادة العقوبة فيها شديدة، مو مجرد أنه تزيد على 3 سنوات بالقانون، 3 سنوات لا، أنه تزيد حتى تكون رادعة لمن يعتدي على المعلم. لكن بالمقابل إذا كان هذا القانون يقوي من مكانة ومركزية المعلم والمدرس، فلا ننسى أنه للأسف نقولها ولا نشمل جميع المعلمين والمدرسين، ننظر إلى الموضوع بمهنية وحيادية ووسطية، أن بعض المعلمين للأسف يمتهنون مهنة الضرب والاعتداء على التلاميذ والطلاب، هذا أيضا يجب أن يروج وأن يكتب بقانون يحمي التلميذ والطالب من تجاوزات المعلم والمدرس. لكن بالمحصلة نبارك للمعلمين والمدرسين صدور هذا القانون والتوافق عليه من أجل أن تكون هناك مسيرة حقيقية للمرحلة التربوية. أيضا من بين القوانين نبارك لقضاء سامراء ومدينة سامراء صدور أو التصويت على قانون بجعل سامراء مدينة العراق الإسلامية أو عاصمة العراق الإسلامية، هذا أيضا
يعني إنجاز كبير وشعار كبير يوضع على سامراء، وهي التي قدمت أيضا من تضحيات كثيرة، ومن أبنائها وعوائلها ونسائها ورجالها وشيوخها وعشائرها الكبيرة الأبية، وأيضا من الذين وقفوا إليهم من أبناء القوات المسلحة وحموا سامراء ومنعوا من تنظيم داعش من أن يسيطر عليه، هذا أيضا. وقانون أيضا اعتبار محافظة بابل يعني عاصمة حضارية للعراق، وأيضا بابل كبيرة بتاريخها وبإرثها التاريخي العميق والكبير اللي يمتد إلى ما قبل الميلاد. أيضا نبارك لمحافظة بابل بهذا التتويج لهذا اليوم. الكثير من القوانين، لكن الكثير من القوانين لم يتم التطرق لها، لا نعلم أن لم يكن هناك تغطية إعلامية عليها أو ما إلى ذلك. يعني قانون مجلس الاتحاد الاتحادي اللي هو يوفر وظائف للمواطنين ويبعد الحزبية والطائفية وما إلى ذلك من التنافس على هذا مجلس الاتحاد الوظائفي، لهذا اللي هو يكون مختص بعملية التوظيف لم يتم التطرق إلى، وغيرها من الوظائف التي الكثيرة والقوانين التي يعني تقريبا هي 20 قانون تم تمرير، 7 8 أو 10 قوانين، أما الأخرى لم يتم التطرق لها خلال هذه الجلسة لحد هذه اللحظة. وبالعودة إلى موضوع الموازنة، يعني الموازنة لحد الآن تم التصويت عليها، لم نرى ولم نسمع أي تحرك من قبل الحكومة العراقية رئاسة الوزراء أي موضوع. طبعا اليوم يعني النائب سليم شوقي يتخوف من قيام الحكومة بالطعن بالموازنة العامة، لأن بعض المواد التي تم إدخالها على الموازنة كانت باتفاق بين اللجنة المالية ورئاسة الوزراء، وهذا الاتفاق لم يكن مكتوبا على الورق، فاحتمالية أن يكون هناك طعن من قبل الحكومة بخصوص هذه المواد اللي تم إدخالها على الموازنة، وأن المحكمة الاتحادية لن ترد هذه الطعون بسبب مشروعيتها وإدخالها على القانون بشكل خارج سياق ما أرسل من موازنة لمجلس النواب. لكن نتحدث عن ما جاء بالتصريح الصحفي والمؤتمر الصحفي الذي أعلنه السيد النائب جواد البولاني، وتحدث عن كيفية إدارة أو التصويت على الموازنة وخلوها من الكثير من المواضيع المهمة، والتي أشار بها إلى خروقات دستورية أيضا وعدم الالتفات على مشاريع أزمة المياه، الزراعة، الصناعة العراقية، كثير من المواضيع أشار إليها بهذا المؤتمر الصحفي، لنستمع إلى ما جاء فيه. الحديث عن الموازنة يجب أن يلحظ أن هنالك أكثر من 22 خرق دستوري بالموازنة، 48 مادة افتقدت للتسلسل وللمهنية، وغيبت تكافؤ الفرص، أهدرت فرص بالصناعة وبالزراعة ومعالجة أزمة المياه. الموازنة أقرت في ظروف فوضى سياسية كبيرة، والكل يزايد على الانتخابات. أي إنجاز، أي كلام يداعب مشاعر الناس، هذا مو فضل على الدولة مسويته للمواطنين. المواطن من حقه يستقر. بهالطريقة تناقش موازنات البلد، كل سنة تتعرض إلى هزات سياسية وقضايا وحسابات انتخابية. وين تكافؤ الفرص؟ وين حماية المنتج؟ وين تطبيق القوانين؟ دور الموازنة في معالجة أزمة المياه، معالجة الزراعة والصناعة، وين دور مجلس الخدمة الاتحادي ليوفر فرص متكافئة للمواطنين بدون حزبيات وبدون محسوبية وبدون واسطات؟ اخواني، ايش وقت نشوف موازنة مهنية مبتعدة عن السياسة ومبتعدة عن العنتريات والشعارات؟ حقيقة الحديث عن انجازات في ظرف سياسي وانتخابي يؤشر مدى خطورة مستقبل
وضعنا العام. لذلك أدعو كل المختصين أن يبادرون إلى تحليل كل فقرة داخل الموازنة ويعطون لهذا المجتمع حقوق حقيقة. إحنا سريعا قضية الوظائف وقضية العمل، إذا الدولة ما عندها إمكانية لخلق فرص عمل تجيب عمل وتخلق فرص عمل إضافية. المحافظات الفقيرة بقت فقيرة، الفقير استمر في فقرة ومحاناته، السماوة والديوانية ومحافظات أخرى لا زالت ترزح تحت خط الفقر، واستراتيجية مكافحة الفقر أجهضتها الموازنة بهذا الاستبداد السياسي وهذا الاستبداد اللي يؤشر مخاطر للمرحلة القادمة. أنا أدعو الإخوان في مجلس النواب أن يعيدوا النظر. يعني الكثير من النقاط التي أشارها، يعني أشار إلها النائب جواد البولاني وهو أحد النواب المستقلين بداخل البرلمان، يعني بالرغم حتى الآن نقول أنه هذا الموضوع انتخابي أو غير انتخابي، أشار إلى نقاط مهمة يتحملها هو بالإعلان وبالمؤتمر إذا كانت غير صحيحة. إذا كان النواب اليوم يشعرون أن ما جاء بتصريح النائب جواد البولاني هو مغالطات ومحاولات للاستفادة من الدعاية الانتخابية القريبة، فموجود يمهم النائب جواد البولاني ويمكن أنه يفاتحوا أو يداعوا أو ما إلى ذلك. لكن ما يهم المواطن العراقي اليوم إذا سمع بهذا الكلام، وهو أحد النواب اللي موجودين داخل البرلمان، عن استغلال الموازنة بشكل انتخابي كبير وزف البشرى للمواطن العراقي، وأن هناك قوانين عملنا عليها وأصرينا أنه لازم تدخل بالموازنة، وهناك احتمالية أن الحكومة تطعن بهذه المواد، وأنه ماكو يعني اتفاق مكتوب بحسب تصريح النائب سليم شوقي، يعني يمكن تنهار هذه البشرى وينهار كل الموضوع من جديد ويرجع الموضوع على ما موجود من قوانين تم إرسالها بالمرة الأولى. يعني المحكمة الاتحادية ما راح يعني ترد الطعون بهذه المسألة إذا كان هناك أي طعن يقدم. الخروقات اللي أشار إلها النائب جاسم محمد جعفر البارحة هي 22 مادة تم إضافتها على مواد الموازنة ممكن الطعن بها، وأيضا أشار إلى أنها أخذت بطريقة ارتجالية وأنها غايات وشخص يعني شخصية انتخابية المراد منها للدعاية الانتخابية. لكن إذا جينا نقرأ الـ 22 فهي مواد وإضافات تفيد المواطن العراقي. اليوم المواطن العراقي إذا يريد يحلل هذا الكلام، يعني أنتوا كتصدير إعلامي كتصريحات تحاولون تعطون الأشياء الجميل للمواطن، لكن تفاصيل الموضوع لا تذكروها في سبيل أنه ما تنكشف عملية تقدمكم وإعطائكم البشرى للمواطن العراقي. هذه المواد التي أضافت واللي هي تهم المواطن العراقي تم إضافتها على قانون الموازنة، لم تكن موجودة بالأساس. يعني هن حتى المواطن اليوم يعرف أنه الموازنة العامة يتم إرسالها بقوانينها وبموادها من مجلس الوزراء، مجلس النواب يتم استلام هذه ومناقشتها وقراءتها أولى وثانية وحتى ثالثة للتصويت عليها، وإلى الحق فقط أنه يغير بنسب أو بعض المواد، ما من حقه أنه يرفع أو يضيف. يعني رفع مادة من الموازنة ما من حقه البرلمان العراقي، لكن من نفس المادة ممكن أن يحذف أو يستحدث أو يزيد أو ينقص إذا كانت هناك نسب تتعلق بالأموال، لأن هي الموازنة كلها أموال، صرف أموال وفق قوانين ومواد موضوعة بالموازنة العامة. هذا البرلمان هذا دوره هنا، تبقى اللجنة المالية، تبعث اللجنة المالية لرئاسة الوزراء، هناك مطالب أو حقوق أو ما سمى إلى ذلك البرلمان أو الكتل السياسية تسميها، ترسل عن طريق اللجنة المالية إلى رئاسة الوزراء أو مجلس الوزراء، يتم مناقشة وطرح الموضوع وبحضور وزارة المالية أو ممثل عن وزارة المالية، حتى لا يكون هناك سقف عالي لا يمكن أن الحكومة أو وزارة المالية توفي به، ويكون هناك قانون يلزم الحكومة العراقية بقانون الموازنة الدفع أو الإيفاء بهذا الموضوع. يعني الموضوع
مو موضوع مغالطات وشجارات وخلافات ومزايدات وتصويت وكذا، لا، الموضوع أكبر من أن يتصور أنه مجرد عملية تصويت ومباشرة يدخل الموضوع ويطلع النائب على الدائرة الإعلامية بالبرلمان ونزف لكم البشرة أيها المواطنون بأن أنجزنا إنجازا كبيرا وأنجز البرلمان. هو الإنجاز وينه؟ 4 أشهر أنتم متأخرين على الموازنة، شهر الثالث يلا تم التصويت على الموازنة العراقية، يعني وين الإنجاز بهذا الموضوع؟ ليش بهاي السنة وبعدنا شهرين على الانتخابات؟ ما يعني واضحة القضية، واضحة قضية انتخابية، قضية أن المواطن يعني يرتفع سهمه عندما يصل إلى موضوع الانتخاب، أن يكون المواطن هو من يحدد النائب الذي سيتواجد بال4 سنوات القائمة، يرتفع سهم المواطن في هذه الفترة وتكون هناك قوانين تمس حياة المواطن لمدة عام واحد، بعدها بالموازنة الأخرى يتم حذف والابتعاد عن المواضيع اللي تفيد المواطن والتي تثقل أو تضيع خلينا نقول عليها بعض الامتيازات عن النواب. هذا هو هذا الموجود، فتيجي بعد السنة الثانية والثالثة بالموازنات العامة المواطن ما يستفاد شيء، بالموازنة الرابعة يبدأ الحديث من جديد، ترجع الجولة الانتخابية من جديد وهكذا، تعلمنا عليها 13 سنة متعلمين عليها ونعرف بها. أما ما يجري داخل البرلمان وكيف التعاطي والتعامل، هذا وضح لنا اياه الزميل أحمد مؤيد من خلال تقرير إلى لجلسة يوم أمس، وكيفية كانت عملية التصويت على الموازنة العامة وغياب مكون كبير من المكون احد مكونات الشعب العراقي بالتحالف الكردستاني. نستمع لهذا التقرير. تباين واضح بالمواقف افرزته جلسه البرلمان التي تمكن من خلالها من اقرار قانون الموازنه لعام 2018. التصويت على هذا القانون جاء بالاغلبيه السياسيه نتيجه لمقاطعه الكرد جلسات البرلمان اعتراضا على حصتهم في الموازنه. بدورهم اكدوا نواب التحالف الكردستاني على ان هذا التصويت ربما سيقضي على مبدا التوافق السياسي. نعم، للأسف اليوم يستمر مجلس النواب في التصويت على قانون الموازنة. كان من المفروض الأخذ بمطالب الكرد، وكان من المفروض أنه بيت الشعب اللي هو مجلس النواب يختلف عن قرار الحكومة الاتحادية، لأن الحكومة الاتحادية هي حكومة جزء معين ما عدا إقليم كردستان، لكن مجلس النواب كان يفترض أن يكون مجلس النواب للكل وأن يحترم إرادة 65 نائب كردي، وأن لا يتم التصويت على الفقرات وخصوصا الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان. لكن للأسف صار التصويت ولم يؤخذ بملاحظات الكتل الكردية ولا ملاحظة واحدة. اتحاد القوى الطرف الثاني الذي كان من المعترضين على تمرير الموازنة إلا بعد تلبية مطالبه نجح في تثبيت حقوق جمهوره بحسب أحد أعضائه. يعني بعد جهد كبير جدا ونقاش اليوم ومنذ الصباح على تضمين فقرات مهمة تخص أبناء محافظتنا، تم مناقلة مبلغ 420 مليار دينار للمحافظات يعني الساخنة نينوى 180 مليار، وصلاح الدين والأنبار 100، وأيضا ديالى وكركوك، وجزء 4 مليارات لشمال بابل لإعادة الاستقرار لهذه المناطق من مبالغ يعني وزارة الهجرة والمهجرين. أيضا تم تضمين مادة وهي على رئيس الوزراء أن يخصص درجات وظيفية للمفصولين والمفسوخة عقودهم من الضباط والمنتسبين من القوات الأمنية للمناطق الساخنة. ولادة عسيرة لموازنة لطالما كثرت الخلافات والاعتراضات حولها. هذه الخلافات دفعت بمجلس النواب للتصويت على الموازنة بالأغلبية السياسية، كما تمكن البرلمان من التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات. لقناة سامراء أحمد المؤيد. وللحديث أكثر عن ما جرى اليوم بجلسة مجلس النواب والموازنة العامة والتصويت عليها منذ يوم أمس، ينضم معي عبر الهاتف المحلل السياسي السيد فارس يونس. مرحبا بك أستاذ فارس. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ. حياك الله أستاذ فارس. يعني لنبدأ بجلسة مجلس النواب اليوم ونبدأ بالحادثة الغريبة، يعني نوعا ما اليوم رئاسة البرلمان تبادر بغلق الباب
باب القاعة الرئيسية أمام النواب بعد عقد الجلسة وتوفير النصاب، وكأنه الغاية كسر النصاب أمام تصويت على موضوع القوانين التي تم التوافق عليها وأغلبها 20 قانون. كيف يفسر هذا الموضوع من قبل أو التصرف من قبل بعض النواب؟ نعم، أنا الحقيقة تابعت يعني عرض الجلسة مع مجلس النواب اللي دائرة إعلامية طلعتها اليوم. الإشكال اللي أنا أظن الآن النواب رح نتعرض له كثيرا، الآن بدأت الحملات الانتخابية للنواب، وشفنا أمس تزاحم النواب على الدائرة الإعلامية لمجلس النواب والظهور الإعلامي حتى يعني لمواضيع ليس لها قيمة أو تصريح ليس مهم. لذلك أنا يعني انتبهت أن رئيس مجلس النواب أمر أنه خلال الجلسة أن تغلق الدائرة الإعلامية حتى النواب لا يخرجون للدائرة الإعلامية. المفروض أنه يكملون الجلسة وما بعد الجلسات يذهبون إذا عندهم تصريح أو عندهم، لكن هم يستغلون وقت الجلسات ويخرجون إلى الدائرة الإعلامية بالتالي يكسرون نصاب أو يخرجون إلى كافتيريا أو غيره. يعني المفروض حقيقة احنا في الوقت المتبقي هذا الشهر أن يكون النواب بقدر عالي من المسؤولية والاهتمام لقوانين تخص الشعب. واليوم اللي تابع جلسة مجلس النواب هناك قوانين مهمة، موضوع قانون يعني حقوق المعلمين، قانون شركة للنفط، يعني قوانين كلش يعني تؤثر على الواقع العراقي وعلى أثر المواطن العراقي. يعني أن يكون النواب بهذا المستوى والمحاولة لكسر النصاب أو الخروج لأهداف سياسية أو شخصية مع هذا العمر المتبقي، أظن هذه يعني يجب أن يشخصها الناخب والمواطن على أمثال هؤلاء من النواب، وبالتالي لا يعيد انتخابهم لأنه يفضلون المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن. هذه الأيام متبقي لهم 10/4 تبدأ الحملة الانتخابية وتبدأ الإجازة الفصل التشريعي لهم، بالتالي اليوم باقي هذا الشهر فقط والجلسات. يعني اليوم جلسة بعد 6 أيام أكو جلسة أخرى، يعني لن يستطيع أن يعقدوا أكثر من 6 إلى 8 جلسات. فالقوانين الآن المتبقية كثيرة جدا، 20 قانون مطروحة للتصويت، وقوانين مكافحة الإرهاب، تعديل قانون مكافحة الإرهاب، محكمة اتحادية، غير من القوانين هذه مؤثرة على الواقع العراقي. كان المفروض أنه لا يذهبون بهذا، والصورة واضحة أن النواب متجمهرين أمام باب القاعة للخروج. وحتى اللي يتابع يعني أداء سليم الجمهوري كان متوتر اليوم مع النواب لضرورة يعني إكمال النصاب والبقاء وعدم الاعتراف، وشفنا اعتراف بعض النواب بأسلوب يعني غير صحيح خارج السياقات اللي متعاهد عليه بالبرلمان، وبالتالي قانون نفسه قانون البرلمان اللي هو إلى الآن ما صوت عليه وراح تنتهي دورة الانتخابية. أنا أقول لا زال هناك إشكالية في أداء كثير من النواب، وعلى الناخب العراقي أن يعيد تقييم هؤلاء. نعم نعم أستاذ فارس، يعني لا ينتج برلمان قادم بنفس المستوى للبرلمان الحالي. نعم نعم أستاذ فارس، يعني نجاح رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري بغلق الباب أمام النواب ومنعهم من الخروج للتصريح أمام وسائل الإعلام في وقت حرج يحتاج البرلمان إلى عملية التصويت بهذا الموضوع، أعتقد أنه نجح رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري وأدى إلى التصويت على قانون مكافحة الإرهاب، قانون حماية المعلمين والمدرسين، وكذلك قانون شركة النفط الوطنية وقوانين أخرى تم تباعا حتى ساعة الدخول إلى التغطية لا يزال، ومن ضمنها ما أشرت إلى قانون يعني ما ليخص سامراء ويخص بابل. لكن السؤال هنا اليوم بعض القوانين لم يتم التطرق لها وهي مهمة جدا، مثل قانون يعني مجلس الاتحادي، وهو هذا القانون يسمح بتوفير فرص عمل للمواطنين بعيدا عن المزايدات ويعني الحزبية والفئوية والمكوناتية. لماذا لم يتم التطرق على هذا، وهل لا يوجد توافق على هذا القانون في الوقت الحاضر؟ تمام، أولا يعني أنا أشيد بأداء رئيس مجلس النواب يعني خلال هذه المدة من إقرار الموازنة استطاع
بإدارة جيدة جدا أن يقرر الموازنة اللي كان من الصعوبة إقرارها بهذه الفترة، وبالتالي شفناه خلال هذه الأيام أداء بدأ في أعلى مستوى من الأداء في إدارة البرلمان، وحتى توتره باتجاه النواب كان مبرر ويعني إلى مكانه، بحيث أنه حتى النواب اللي أرادوا يخرجون من القاعة قام يصيحهم بأسمائهم حتى يظهر أسمائهم أمام الإعلام يعني لبين دورهم. حقيقة هذا الأداء يعني يحسب له هذا الرجل بهذا المستوى وبهذا يعني الأداء المتوازن. نعم. الموضوع يعني اللي ذكرته مع القانون الخدمة الاتحادية، هذا القانون من البرلمان السابق، محول من البرلمان السابق، لم يتم إكماله من البرلمان السابق، ثم انتهت هذه الدورة بالكامل بعدم إقراره. أنا أظن كل الكتل السياسية غير راغبة بإقراره، لأنه الوضع أولا يعني الوضع ربما يعني غير مهيئ بالكامل، بعد الدولة كانت أمام داعش، أمام غير استقرار، عدم وجود استقرار مهني وغير مسائل. العراق محتاج إلى نهضة اقتصادية ونهضة. اليوم حتى لو جاء هذا القانون على ماذا يعينون؟ اليوم صندوق النقد الدولي طالب العراق بتخفيض عدد الموظفين، فلو أقر هذا يعني حتى عمليا لو أقر هذا القانون سيضع الحكومة العراقية أمام إشكالية. صندوق النقد الدولي حدد 5 سنوات عدم تعيين يعني الموظفين، وبالتالي مضى 3 سنوات ونحن أمام 18-19. يعني هاي السنتين الموجودة الجاية أيضا على الحكومة العراقية لا تذهب إلى إعلان تعيينات ووظائف جديدة بدوائر الدولة، باعتبار هناك تضخم في عدد الموظفين ما يقارب 80,000 موظف زيادة عن الملاخ، وما شرع أيضا موضوع الإجازة من 4 سنوات أصبحت 5 سنوات لتقليل هذا. لذلك إذا جاء هذا القانون وشرع التعيين في أي دائرة في أي مكان، اليوم الدوائر يعني متخمة بالموظفين، وبدينا نتحدث عن فضائيين وزيادات على الملاك وغيره. الدولة إلى ما تفتح فرص استثمارية ومعامل وتفتح يعني فرص عمل جديدة، لا يمكن أن يعني يتحرك الاقتصاد العراقي أو تتوفر فرص جديدة للتعيينات. واليوم احنا دا نقع نسبة البطالة بالعراق كل سنة جديد بسبب الخريجين. اليوم كليات تقبل أعداد عالية جدا من الطلبة، وبالتالي يتخرج هذا بدون مستقبل لأنه ماكو تعيين ما عدا الكليات الطبية. يعني أظن هناك لابد أن يكون حركة اقتصادية واسعة حتى ممكن أن يرجع البرلمان ويقر هذا القانون اللي يخرج التعيين من إيد الوزير وإيد الأحزاب وإيد يعني الجهات المتنفذة إلى عمل مهني وانسيابية، ويخرج من يتخرج من الكلية يذهب من تخصص بحاسبة مركزية. طيب أستاذ فارس، يعني كيف يعني تفسر لي سنوات قادمة سيكون موجود؟ أستاذ يعني حضرتك أشرت إلى نقاط مهمة وجوهرية بموضوع أداء الحكومي والاتفاقات الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي، وما أشرت إلى طلب من العراق عدم فتح التعيينات أمام الموظفين الجدد، وهناك أفواج كبيرة من الخريجين يتخرجون كل عام جدد ويطرحون للشارع العراقي ويبحثون عن وظائف، وموضوع الإضافات الجديدة التي تم إضافتها وسوقها أن بعض البرلمانيين على أنها بشرى بأنه السماح بألزام الحكومة بتخصيص درجات وظيفية جديدة لبعض المحافظات الغربية، وهناك قانون يمنع هذا. كيف يمكن تفسير هذا الموضوع، وكيف سيكون ملائمة هذا ووصفه قانونيا؟ أولا موضوع الدرجات اللي أعلن إعادة المفصولين والهاربين من وزارة الداخلية والدفاع، هذه اللي أعلنت كدرجات موجودة ولم يعني نسمع العقود. هناك درجات تعيين في وزارات أخرى، تثبيت العقود أستاذ فارس 4 سنوات أيضا ما مضى على عقد 4 سنوات تثبيته. موضوع العقود والعقود الوزارية أكيد هؤلاء يعني هم أصلا يتقاضون من الدولة رواتب، حتى لو كان راتب عقد أو وقتي
موجود ضمن الميزانيه لإيقاف الراتب السنوي، لكن هو موضوع تثبيته هو الى حق هذا ليس جديد، ليست فرصه جديده. العقود صارت 3 سنوات 5 سنوات هم يعني معينين على عقود، وبالتالي يعني الى الان ما اخذوا حقهم ان ينتقل هذا العقد من وقتي الى دائم. هذه يعني حقيقه ليست فرصه، ليست فرصه جديده، بل هو حق سابق يعني موجود. انا موظف صار سنوات يعني ملتزم مع الدوله يداوم ويؤدي واجبات، لكنه هو بشكل وقتي. هذا الان الوقت تحول الى دائمي، هذه اظن يعني لم تغير شيء من الواقع. زياده البطاله او التضخم اللي راح يصير نتيجه يعني تواصل تخريج الطلبه من الكليات وعدم توفير فرص عمل لهم، هذه يعني هذه فقره غير يعني قادره على حل هذا الموضوع، باعتبار هذا العدد هو موجود اصلا ضمن الدوله، محسوب ضمن العقود ومحسوب كموظف ضمن الدوله، تمام ما الى حقوق. وبالعكس الان يعني القانون اقر انه سيستوفى من الحقوق التقاعديه للسنوات الماضيه، يعني اذا كان عقد ب5 سنوات سيتم استقطاع توقفات التقاعديه له بشكل تدريجي ل5 سنوات الماضيه. الى الان هو ايضا راح يسدد جزء من مبلغ اللي راتب موجود، لو تيجي عليه عمليا ماليا العقد ياخذ راتب اكثر من الدائمي باعتبار اجر يومي، عجما الان يتحول راتبه راح يقل ويقع عليه ان يدفع التوقفات التقاعديه للسنوات اللي كان بها عقد، يعني هو راح يدفع من راتب العقد اللي سابق راح ينزل عنده النسبه اللي يستلمها بالدائمي، فالموازنه ما قدمت اضافه. فربما الان يعني لو تجي عليه عمليا ان الموازنه الان خفضت جزء من المبالغ اللي يتقاضى بها العقود الى اجر اقل واستقطاع تتقاضى الحكومه. نعم، يعني أيضا هناك من يشير إلى مسألة أخرى بهذا الموضوع وأشار إليها النائب سليم شوقي، بأن إمكانية الحكومة الطعن بالمواد المضافة وأنها خصوصا وأنها لم تكن مكتوبة على ورق أو متفق عليها رسميا بهذا الموضوع، هل بالإمكان للحكومة أن تطعن بالمواد مواد الموازنة التي تم التصويت عليها؟ وإذا كان هناك طعن هل سيؤثر على ما جاء من ذكره من خلال عرض حديثك أستاذ؟ هو أكيد الحكومة يعني لها حق الطعن في المواد التي لم ترسلها باعتبار هي المسؤولة عن الموازنة، وبالتالي ما يعني تضعها في قانون الموازنة ليس لمجلس النواب المناقلة أو إضافة مواد. اليوم الحقيقة الموازنة أضيف تقريبا ما يقارب يعني أكثر من ثلث المواد أضيفت في مجلس النواب، لكن هذه الإضافة تمت باتفاق مع الحكومة، كان هناك لجنة تنسيقية بين الحكومة وبين اللجنة المالية ومجلس النواب أضافت هذه الفقرات باعتبار أن الحكومة طلعت على الإضافات وصارت بموافقتها. وانا اظن اعلن ان في جلسه مجلس الوزراء لهذا الاسبوع سيتم مناقشه موضوع الموازنه والاضافات التي تمت بها، وسنرى ان الحكومه هل ستطعن ام ستقبل بالموازنه بهذا خلال هذا الاسبوع. نعم، على الاغلب ان الحكومه لن تطعن في هذه السنه. لانه صار حقيقه اتفاق وتفاهم، حضور العبادي الى مجلس النواب، اتفقوا على كامل البنود، وحتى في جلسة اليوم تم إضافة يعني مادتين هي توضيحية للموازنة أقرها كان بها إشكال. الأمر يعني أنا أظن في موازنة هذا العام كان هناك وضوح في المواد وتفاهم عالي صار بين الحكومة والبرلمان، وهو اللي سبب التأخير إلى أن تقر في هذا الوقت من السنة. نعم، المحلل السياسي السيد فارس يونس حدثنا من الموصل، شكرا جزيلا لك وعلى هذه الإيضاحات. أيضا أنتم أعزائي المشاهدين بكلمة أخيرة نقولها، أنه ما تبقى من عمر هذه السنة أو عمر هذه الدورة الوظيفية هناك أوضاع
وأعمال ما على البرلمان أو متبقي من عمر البرلمان من أداء وظيفي وأداء تشريعي وشرعي وأخلاقي تجاه الدولة العراقية إضافة إلى القانوني، وما على المواطن العراقي من اختيار الأنسب والأفضل إلى لتمثيله في الدورة الانتخابية القادمة، وما معروض أمام المواطن اليوم الكثير من البرامج الانتخابية أعتقد أنها الكثير منها قد تشابه بأعوام ماضية. السلام عليكم.